نتعامل مع الديانة اليهودية كما جاء في سؤالكم كديانة مثل التعامل مع المسيحية. كلهم أهل الكتاب، هم بنص القرآن يختلفون. قال الله تعالى: ليسوا سواء. هي قيمنا، قيمنا الإسلامية والإنسانية هي التي دفعتنا لهذه الزيارة، وسيكون وفد من الهولوكوست سيزورون المملكة بدعوة من رابطة العالم الإسلامي. في جاكرتا بأندونيسيا وفي مؤتمر دولي لشباب شرق آسيا، كان هناك تقليد وطني أندونيسي وهو قرع الطبل إذانا ببدء أعمال أي مشروع مهم، وطلبوا مني ذلك وتجاوبته احتراما لتقليد إخواننا الأندونيسيين. حل وقت الصلاة ونحن في موقع الزيارة وصلينا ومعنا كبار العلماء، ويرانا المغالط نركع ونسجد كما هي الصلاة المفروضة، ثم يقول: هذه صلاة جنازة. هذا كيف أرد عليه؟ هذا ما جاء ليبحث عن حق أبدا. رابطة تنتهج صحيح الإسلام في هذا، وتمد جسور التعاون مع الجميع، مختلف الأديان، مختلف الثقافات، على قيمنا المشتركة وأهدافنا المشتركة.